warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabi. كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
ذريتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan kalam ilahi. Semoga bagi yang membaca dan bagi kita yang mendengarkannya selalu mendapatkan